الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عفوا أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما يسمى الانحدار الكميمي كوانتايل أو المائين أو الربعي كوانتايل ريجريشن، وهو من موضوعات الاقتصاد القياسي المتقدمة التي عادة يتعرض لها طلبة الدراسات العليا بمستوى الماجستير أو الدكتوراه، وعلى بركة الله نبدأ. لكن قبل ذلك أؤكد هنا، قبل الحديث عن انحدار الكميمي كوانتايل المائين الربعي أو كوانتايل ريجريشن، أرجو العودة إلى المقطع السابق وهو حول حساب المائينيات برسنتايل والعشيرات ديسايل والربيعات كوارتايل ومعانيها، كيف نحسبه وما معنى البرسنتايل اللي هو المائين أو الكميم أو الربعي أو العشير. فأرجو أحبتي الطلبة المتابعين لمن لا يعلم عن هذه الموضوعات شيء أن يعود إليها كي يفهم معاني المصطلحات وتفسيراتها وتطبيقاتها في الحياة العملية. الآن من المهم أن نذكر بأن الانحدار الخطي linear regression الذي تعودنا عليه في مساقات الاقتصاد القياسي التقليدي يركز على ما يعرف بالمربعات السرعة الاعتيادية أو ما يسمى Ordinary Least Squares OLS، وهي طريقة تقوم بنمذجة متوسط قيمة المتغير التابع اللي هي Dependent Variable The Mean of the Dependent Variable أو ما يسمى متغير الاستجابة Response Variable للتغير في المتغير المستقل Independent Variable أو المتغيرات المستقلة المفسرة يعني. فمهم جدا الآن أنه هذا الـ OLS أو طريقة المربعات السرعة الاعتيادية هي تستند إلى تقدير متوسط المتغير التابع. الآن يعني إن شاء الله سنبين ما الفرق بين OLS والquantile regression. على سبيل المثال هنا يتغير متوسط قيمة الإنفاق الاستهلاكي المتغير التابع هنا متغير الاستجابة نتيجة لتغير الدخل باعتباره متغيرا مؤثرا في الاستهلاك، بمعنى آخر بأن الاستهلاك يتأثر بالدخل، وبالتالي هنا نتحدث عن التغير في متوسط الإنفاق على الاستهلاك نتيجة لتغير الدخل بوحدة واحدة. المشكلة التي يواجهها الباحثون في بعض المسائل لا يمكن حلها بواسطة المربعات السرعة الاعتيادية والنماذج القياسية التقليدية. وعلى سبيل المثال لنفترض بأن باحثا ما يقوم باستقصاء علاقة الدخل لمجموعات معينة من الأسر وإنفاق هذه الأسر على الطعام، وهو المثال الذي سنضربه إن شاء الله بعد قليل. هنا حسب ظاهرة منحنى إنجل كيرب وقانون إنجل لو، ما يعني بأن مجموعات الأسر المتشابهة في الدخل والمختلفة فيه قد تتباين في إنفاقها على الطعام نتيجة لوجود تباينات واضحة في حجم الإنفاق على الطعام للمجموعات المتباينة، وهذا يستوجب معالجة قياسية تختلف عن معالجة المربعات السرعة الاعتيادية. سأبين ذلك الآن بالرسومات البيانية مهمة جدا. دعنا ندق في مبرر توضيح ما يسمى الانحدار الكميمي Quantile Regression أو المائين أو الربعي. هذا الآن عند المستوى الديكارتي مستوى الانفاق الكلي هنا، أو بمعنى آخر الدخل الكلي، انفاق كلي الدخل الكلي، وهنا انفاق على الطعام. لاحظون الآن عند مستوى دخل 1000 دينار أو 1000 دولار، ما الذي جرى؟ أنه بعض الأسر أنفقت هذه المستوى وهذا المستوى قريب منه، والألفين هذا المستوى وهذا المستوى وهذا المستوى وهكذا، 3000 هذا المستوى وهذا وهكذا، 4000 ربما وحدة لكن لا نستطيع الآن أن نتنبأ بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS أنه التغير في متوسط الإنفاق على الطعام نتيجة لتغير وحدة واحدة من الإنفاق الكلي أو الدخل الكلي هنا. لماذا؟ لأنه سأبينها بعد يعني هنا بهذه المنحنيات التي تبين بأن لو أنه الخط المستقيم كان هنا بعته بكون بعيد جدا عن بقية النقاط والمشاهدات. لو كان هنا مشكلة ثانية، ربما هنا قريب جدا من الكل لكنه كذلك الأمر في عندي تباين واضح، أي في عندي هيتروسكيداسيتي تغير التباين، ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا. لاحظوا لي هذه الآن
الخطوط اللي المنحنيات تنبثق من نقطة واحدة، إذا كانها الميل هذا منخفض، هذا أعلى، هذا أعلى، هذا أعلى، هذا أعلى، وبالتالي لا يستطيع الباحث أن يستنتج أي شيء هنا ذا قيمة علمية إذا استخدم طريقة المربعات الصورة الاعتيادية. لاحظوا هنا كذلك الأمر، هاي الرسمة معروفة جدا في الاقتصاد القياسي، أنه عندما تزداد قيمة المتغير المستقل، ما الذي يحدث؟ المتغير التابع الآن تباينه يرتفع، فهنا بكون التباين عند هذا المستوى، هنا ينفرج التباين، هنا ما يزداد كثير، وبالتالي بكون عندي مشكلة هيتروسكيداسيستي. ما يعني الآن لابد من اللجوء إلى طريقة أخرى، على الرغم من أنه طريقة المربعات الصغرية الصغرى الاعتيادية تعطينا طريقة الويتد ليست سكوير أو ما يسمى الانحدار الموزون، لكن الانحدار الكميمي بعطيني نتائج أكثر دقة ولها معنى أكثر. نتابع الآن. يقوم الانحدار المائي كما ذكرت بنمذجة العلاقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة المتنبئات ومائين معين، ربيع معين من المتغير التابع. يعني هنا الآن ربما أنا بحاجة أني أعرف بالضبط ما هو الآن إنفاق الأسر اللي دخلها 1000 دينار على الطعام، فبالتالي هنا بنظر إلى جزء بسيط من الـ يعني الأسر، على الرغم من أنه بأخذ كل العينة. ربما الآن بحاجة إلى، لنفترض بأن الأسر هنا اللي دخلها 1000 دينار أتت بالمائين 10% الأولاني، يعني العاشر، مائين 10، هنا ربما 20 أو 30 وهكذا، فمائينات مختلفة أو كوانتايلات أو ربيعات أو عشيرات مختلفة. وبالتالي هنا أنظر الآن كباحث علمي الآن، هل الأسر الفقيرة تنفق أكثر على الطعام أم أقل؟ كل دينار إضافي، the marginal effect لكل دينار إضافي أو كل وحدة دخل إضافية، هل لها أثر على إنفاق على الطعام مثل الدينار الذي يأتي إلى الغني؟ هنا الآن الانحدار المائي بعطيني الإجابة الشافية على ذلك. على سبيل المثال انحدار وسيط الإنفاق على الطعام، الوسيط الميديان وهو المائين 50 الإنفاق على الطعام، يحدد التغير في الإنفاق على الطعام عندما يتغير الدخل، أي أن وسيط الإنفاق على الطعام هو دال في الدخل باعتبار الدخل متغير مستقلا اللي هو متغير مفسر. الآن إن شاء الله بالمثال سأبين ذلك. تقدر معلمة انحدار الكميمي المائيني مقدار التغير الحاصل في مائين برسنتايل معين للمتغير التابع، أي ظاهر الناتجة نتيجة تغير المتغير المستقل بوحدة واحدة. هلا بنشوف إن شاء الله كمثال. يسمح هذا المعنى المعلم المقدرة بمقارنة كيف تتأثر بعض المائينات بالتغير في المؤثرات المتغير المستقلة أكثر أو أقل من غيرها من المائينيات، وهو ما يعكسه مقدار المعنى المقدرة. وهذا يعني بأن هذا الشكل من الانحدار يمنح الباحث القدرة على التنبؤ بكميمات معينة كوانتايل، سأبين ذلك بعد قليل بالمثال. طبعا يعود الانحدار المائيني خاصة الانحدار الوسيط إلى منتصف القرن 16، لكن تطوره الحديث بدأ في 70ات القرن 20 الماضي على يد روجر كونكر، هذا عالم يعني جليل، وكتابه صدر عن كوانتايل ريجريشن. أرجو من أحبة الطلاب المتابعين أن يرجعوا إلى نسخة يعني مصورة من هذا الكتاب لأنه غالي الثمن في الأسواق، مهم جدا حتى نعرف. نتابع الآن. ما هو المائين؟ برسنتايل. يمكننا التعبير عن المائين بواسطة معادلة التوزيع التراكمي اللي هي cumulative distribution function للمتغير العشوائي X، اللي هي cumulative distribution of CDF cumulative distribution function اللي F of X تساوي the probability إنها X هذه أقل من قيمة معينة، هي X الصغيرة أقل من قيمة معينة. فمثلا عندي الكوانتايل المعين، لنفترض إنه 50 60 70 50، المائي خلينا نقول الوسيط مثلا هو عبارة عن inverse function. هنا الرسم البياني هاي مهم جدا نبينه هنا. على سبيل المثال هنا 68 هذه بتقول لي انه 50%، لاحظوا لي هنا المائين، هنا 10% المائين، 10% او المائين 20، مائين 30، 40، هون مائين 100%. هاي الـ distribution function او التوزيع التراكمي بيقول لي انه القيمة 68.5 بتقول لي انه 50% من القيم كانت الى يسارها
و50% من القيم من العدد يعني ها إلى يمينها. هنا هذا مائين معين هذا الكميم، وهنا يمثل المقدار 68.5 هذا القيمة التي تقسم التوزيع إلى نصفين متساويين، 50% من القيم إلى من القيم أقل من أقل إلى يمين، هو تكون إلى يمين 68 على يمين، هنا إلى يسارها، وبالتالي عدد القيم هنا يساوي عدد القيم هنا، لكن عددها وليس بالقيمة. نتابع هذا معنا المائين الخمسين. طبعا المائين العشرين مثلا بيقول لي أنه 20% محصورة بين 0 و20 وأكثر إلى يسار هذه المائين العشرين، 20% من القيم و80% إلى يمينها. نتابع، يأخذ نموذج الانحدار الكميمي الشكل الآتي. هاي الآن لاحظوا لي أنه تبين لي مائين معين أو كوارتايل معين، مثلا كيو سب كيو، هاي كيو الكبيرة سب كيو، سأبينها بالعقاب بعد قليل. لاحظوا لي هنا أنه هذه المعلمة اللي هي نقطة التقاطع تتأثر بالكوانتايل، هاي البرسنتايل. المعلمة اللي هنا الثانية هذه بي سب 1 بيتا سب 1 تتأثر كذلك الأمر، وهنا تتأثر، وبالتالي كل المعلمات تتأثر بالمائين. هل تتحدث أنت عن المائين العاشر، العشرين، الثلاثين وهكذا، حيث ترمز كيو سب آي كيو سب آي إلى الكوميم كيو للمتغير، كأن نقول المائين العشرون اللي هو بي سب 20، هاي المائين العشرون اللي هو يعني 20th percentile، أو العشير الثالث دي سب 3 ديسايل الثالث أو الثيرد ديسايل، أو الربع الأول first quartile، وترمز كيو اس إلى المتغيرات مستقلة. وعلى سبيل المثال هنا مثال بسيط، أنه نتحدث الآن عن المائين الخامس والعشرين اللي هو الربع الأول، أنه هذه نقطة التقاطع فقط تتحدث عن المائين الأول، المائين الخامس والعشرين، بيتا 1 عن المائين 25، بيتا 2 وهكذا إلى البقية. أوكي، هذه متغيرات مستقلة X1 X2 X3، لكن المعلومات المقدرة فقط يعني مرتبطة فقط بالمائين الذي نتحدث عنه. ما نلاحظ أن معلومات النموذج بي سب كي تعتمد على الكوميم كيو، هذه الكوميم سواء مائين أو ربيع أو عشير وهكذا. بالمثال إن شاء الله سأبين هنا، طبعا كيو هنا بهذه الحالة اللي هي 25 مائين 25، لابد أن نميز بين الانحدار الخطي بطريقة المربع الصورة الاعتيادية من جهة، والانحدار الكوميمي كيو كوانتايل ريغرشن كيو آر من جهة أخرى. يقوم الانحدار الخطي على مبدأ انحدار وسط المتغير كما ذكرت سابقا، the mean regression، وتقليل مربعات الخطأ العشوائي، أي هذا اللي هو الآن هاي طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية minimization of the error square error، وتساوي المينيمم لمربع الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المقدرة، لاحظ المربع اللي هي الإي تربيع. أما الانحدار الكوميمي المائين فيقوم على مبدأ تقليل الانحراف المطلق اللي هو least absolute deviation بين الخطأ العشوائي ووسيط الكوميم المائين أو الربيع تحت الدراسة، أي الحصول على أقل انحراف مطلق، وعادة ما تأخذ عملية التقليل الصيغة التالية، هاي الآن عملية median regression اللي هو minimum of the least absolute deviation وتساوي المن اللي هي تقليل القيمة المطلقة للأخطاء وليس مربعها، القيمة المطلقة أي أهملنا الإشارات السالبة، كل شيء هنا موجب. نكمل، تأخذ عملية تقليل الانحراف المطلق في نموذج الصيغة التالية، هذه الآن الصيغة التالية، هذه صيغة الآن كيو، هاي المعادلة تعتمد على بيتا، وبيتا تعتمد على الآن الكوميم الذي نتحدث عنه، هو مجموع الفرق المطلق مضروب بالكوانتايل تبعنا هنا زائد مجموع الفرق المطلق لكن مضروب بواحد ناقص الكوانتايل. فإذا تحدثنا عن الكوانتايل الأولاني اللي هو مثلا الربيع الأول، فهو واحد ناقص الربيع الأول، أو خلينا نقول هاي كيو تمثل لي 25%، بيكون هون واحد ناقص 75، 25% تساوي 75% هنا. أوكي، فلو كانت كيو تساوي 30% فإن واحد ناقص تساوي 70% وهكذا. الآن هذه كيو تعتمد على الأبسولوت فاليو أوف إي، وهنا تعتمد على الأبسولوت فاليو أوف إي، لكن واحد ناقص كيو. نتابع الآن هذا الكوميم تحدث عنه، معنى المعادلة القياسية مبينة على في الجزء الأول، هذا الجزء الأول تقوم كيو بتقليل التقدير الأعلى
من اللازم الاوفر استيميشن. اما 1 ناقص كيو من الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الاول وهذا الجزء الثاني من الطرف الايمن، فتقوم برفع التقدير الاقل من اللازم، فبصير عندي نوع من الموازنه فعلا اسمه ويتد لي سكوير. بالمثال راح تبين ان شاء الله. يتميز انحدار المائيني الكوميين بانه ياخذ بعين الاعتبار القيم الشاذة اوتلايرز بشكل افضل من انحدار المربعات صورة اعتيادية، ويتفادى اي افتراض حول توزيع الخطأ العشوائي. هنا ليس هناك توزيع طبيعي او ما شابه، خلص نتفادى الافتراض عنها مقارنة طبعا مع انحدار مربعات صورة اعتيادية. تفسير نتيجة انحدار المائيني كما ياتي: إذا تغير مقدار التغير المستقل بوحدة واحدة فإن المائين أو الكمين المعني يتغير بمقدار قيمة المعني المقدرة. وعلى سبيل المثال لو حصل باحث ما على النتيجة الآتي، هذه نتيجة، افترض أنه قام الباحث بتقدير المائين 25 معادلة للمائين 25 وأعطتنا 250.6675 زائد .95 من X. إذا تغيرت الآن X بمقدار وحدة واحدة فإن كل المائين 25 يتغير بمقدار 50% من الوحدة. ما يعني بأن زيادة X بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة الربيع الأول، إشارة موجبة زيادة، إشارة سالبة يكون ناقص بمقدار 50%. لاحظوا لي هنا كمثال، فلو كانت X تمثل دخل المستهلك هنا تمثل، وكانت Y تمثل الإنفاق على السلع الغذائية، فإن ارتفاع الدخل بمقدار دينار واحد يؤدي إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين الذين يمثلون أول 25% من المجموع بمقدار 95 قرش من كل دينار، من كل دينار إضافي. لاحظوا فقط نتحدث عن المائين الأول من الpopulation. نتابع. عادة ما تختلف نتائج تقديرات المائينات مختلفة، طبعا المائين الأول الثاني مثل 10 20 30 تختلف من بعض البعض، وكثير من الباحثين يهتمون بالمائينات المنخفضة والمرتفعة خاصة في دراسة فقط. لاحظوا لي هذا من منحنى أنجل، هنا هذا عندي الوسيط، هنا الوسيط. لاحظوا لو أن الواحد بده يعتمد فقط على الوسيط أو يعتمد على الـ OLS بيطلع عندي الخط المستقيم في مكان ما، هذا المتقطع هذا هو انحدار بالمربعات الصورة الاعتيادية، وبالتالي لا يأخذ بعين الاعتبار ما الذي يحدث في المستويات الفقراء هنا والأغنياء هنا وهكذا. فالآن نأخذ مثال. لدينا البيانات الافتراضية الآتية عن الدخل الشهري income لـ 36 أسرة والإنفاق الشهري على السلع الغذائية food expenditure، ونرغب بإجراء انحدار كوميني عند مستوى المائينات الآتية 10%، 25%، 50%، 50%، 90%. أعطوني هاي البيانات الآن، الدخل السنوي هذا، وهذا عندي الإنفاق على الطعام من الدخل. أوكي، مهم جدا يجرى انحدار الكمين بواسطة طريقة السمبلكس في مجال البرمجة الخطية لينير بروجرامينج، وهو ما يحتاج إليه طلبة الاقتصاد القياسي قبل التسجيل في المساق. هنا تحذير، يعني قليل من الطلبة يعرفوا السمبلكس إلا إذا كان ماخذ يعني مساقين أو ثلاث حتى يفهمها مضبوط مضبوط. ولأن الحل اليدوي طويل ومعقد خاصة إذا كان عدد المتغيرات المستقلة أكثر من واحد، لابد من توظيف أحد البرامج الحاسوبية المعروفة مثل ستاتا أو إيفيوز. في هذا المثال أنا يعني شخص استخدمت برنامج ستاتا. ما الذي حدث الآن؟ نريد أن نعرف الآن الإنفاق على الطعام للأسر هذه اللي دخلها في الأسرة عندي 500 في أسرة، وهذا 36 أسرة، بدأت من 500 600 700 إلى انتهت ب 4000 دينار الدخل السنوي، لكن الإنفاق عليها لاحظوا لي هنا ذهب كل الدخل إلى الإنفاق على الطعام، هنا كل الدخل ذهب الإنفاق، وهنا وهذا لاحظوا لي هاي الأسرة فقط وفرت 10 دنانير، هنا وفرت 35 دينار وهكذا. وبالتالي كلما ارتفع مستوى الدخل صحيح يزيد الإنفاق، لكن الإنفاق الإضافي على الغذاء ينخفض. هنا الآن لاحظوا لي شو النتائج، كانت النتائج كما يلي: نتائج تقديم مربعات الصورة فقط للمقارنة، يعني food expenditure هنا كان نقطة التقاطع 633 حد الأدنى .8992 و29 قرش، يعني من كل دينار إضافي تقريبا 30% يذهب إلى الإنفاق على المواد الغذائية، والR square طلع مرتفع. لكن عندما استخدم المائينات كانت النتائج مختلفة جدا. هذه نتائج المائينات الآن، طبعا هون T value
وبالتالي بيقول لي انه كلياتهم يتميزوا بمعنوية إحصائية، وبالتالي هذا يعني بعيد جدا عن الصفر وهذا بعيد جدا عن الصفر. فهنا الآن نتائج الانحدار الكميني للمائنات المختلفة كانت كما يأتي بواسطة برنامج ستاتا سأبينه بعد قليل إن شاء الله. صيغة الأمر، هذه هي صيغة الأمر. كيو ريج، عندما تدخل على برنامج ستاتا بتحط كيو ريج إذا كانت البيانات موجودة عندك اللهم، كيو ريج فود إكسب اللي هو هذا المتغير التابع، هذا المتغير المستقل، بعدين بتحط فاصلة كوانتايل، كوانتايل الكمين، وبتحط بالقوسين شو بدك إياه، بدك كوانتايل 10 ال 20 25 30 وهكذا. هاي النتائج التي حصلت عليها من برنامج الساتا. لاحظوا لي هنا الأسر يعني التي أنفقت جزء كبير من دخلها اللي وقعوا بالمائين العاشر، لاحظوا لي نقطة التقاطع 418.1818 وهذا 3.6 تي فاليو بين قوسين قيمة التي، وبالتالي له معنوية بعيد جدا عن الصفر. ومن كل دينار إضافي الأسر الفقيرة تنفق 30 قرش أو 30% من كل دينار إضافي على على المواد الغذائية. عندما انتقلنا إلى المائين 25 نقطة التقاطع ارتفعت من 418.1818 إلى 539.5555، هاي تي فاليو مرتفعة. ومن كل دينار إضافي هذه الأسر اللي وقعت بالمائين 25 تنفق 29% تقريبا من كل دينار إضافي. عندما انتقلنا إلى المائين 50 نقطة التقاطع ارتفعت إلى 595.4545، معنوية إحصائية عالية. وبالتالي وهنا عندي نقطة الميل، هنا الميل بيقول لي أنه من كل دينار إضافي بنفقوا 30% تقريبا على يعني المواد من كل دينار إضافي. أما عندما ارتفعنا إلى المستويات الغنية من الأسر المائين 75 هنا نقطة التقاطع 989 معنوية إحصائية عالية. لاحظوا من كل دينار إضافي يأتيها تنفق فقط 23%، وبالتالي تدخر الفرق. لاحظوا لي هون 30% من كل دينار إضافي، هون 29%، هون 30%، هون 23%، ومعنوية إحصائية عالية جدا. أما المائين 90 لاحظوا لي هون فنقطة التقاطع ارتفعت إلى 1076 معنوية إحصائية عالية، ومن كل دينار إضافي الأسرة الغنية تنفق فقط 17% من كل دينار إضافي على المواد الغذائية، وبالتالي تدخر أكثر. هذا الآن هو السر في اللهم صل على سيدنا محمد، السر في الانحدار الكميني. مهم جدا ببين لي الآن الفروقات بين مستويات الفقراء ومستويات الأغنياء. لاحظوا لي من كل دينار إضافي هنا، هنا المائين 75 بيقول لي 23% من كل دينار إضافي، هنا بالمائين 90 إنه من كل دينار إضافي 17%. أما الفقراء فبنفقوا تقريبا أقل من الضعف بشوية، يعني هنا 29% هنا 30% هنا 30% تقريبا. هذا هو صيغة الأمر على برنامج ستاتا. سأتوقف هنا وأذهب إلى الستاتا كي أبين لكم أحبتي كيف نقوم بهون انشو. أذهب إلى ستاتا هنا، هذا طبعا هون لاحظوا لي هذه البيانات عندي على ستاتا، هذا الانكم 500-600 اللي قبل قليل يعني رأيتوها على واحدة من الشرائح، انتهينا ب4000. وهنا الفود اكس اللي هو الانفاق على المواد الغذائية أو على الطعام. عندما ذهبنا إلى كيف نقوم بإصدار النتيجة يعني بإدخال صيغة مثلا هنا فود ريج، هذه على سبيل المثال لاحظوا لي عملت لها كوبي وضعتها تحت الكوماند. هنا الآن كيو ريج هون لاحظوا لي كيو ريج بتقول لي إنه يعني أريد أن أقوم بانحدار كميمي للمتغير التابع فود إكس، فود إكس يعني اختصار على الإنكم، والكوانتايل اللي اخترته 0.9 ممكن اختار هلا فاصلة مثلا 0.5 اللي هو البرسنتايل 500 فقط لا غير. لاحظوا لي عندما اضغط انتر شو بعطيني النتيجة هنا، لاحظوا الان الفقراء بنفقوا
مثلا اللي اول 5% من الاسر الفقيره بتنفق من كل دينار اضافي 31%، تقريبا 32% من كل دينار اضافي، ونقطه التقاطع 342. اما خليني هنا اعيد كتابه هذا، هنا 99% مثلا، هنا 99%، لاحظوا لي شو الفرق الكبير جدا. يا سلام، هنا 16%، تقريبا 17% من كل دينار اضافي، وبالتالي هنا يعني الفرق شاسع جدا، تقريبا الضعف. وطبعا نقطه التقاطع عاليه لانه بكون الدخل عالي، كلها تتمتع بمعنوية احصائي تي فاليو عالي جدا، البروبابيلتي اعلى، وهكذا. فاحبتي اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا ان اكون قد قدمت لكم الفائده احبتي جميعا، والى لقاء قريب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.